كريسا منها لسياستها التواصلية ولانفتاحها على المحيط الخارجي وعلى المواطنين. تنظم المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة في الفترة الممتدة ما بين 17 إلى 21 من هذا الشهر بمدينة أكادير، وذلك من أجل تمكين المواطنين والزوار من الاطلاع عن كثب ومن الداخل عن هذا المرفق العمومي وعن مختلف مكوناته والوقوف على مدى جاهزية الفرق التي تكونه، وذلك عن طريق مجموعة من الأروقة والفضاءات الخاصة ومن بينها هذا الرواق المخصص للشرطة السينوتقنية والذي يهدف إلى التعريف بهذا التخصص وما يتوفر عليه من إمكانيات بشرية ولوجستيكية ومادية وكذا مختلف السلالات التي تستعملها المديرية العامة للأمن الوطني والوقوف على مختلف الجوانب المتعلقة بتأطيرها البيطري وتكوينها واستعمالها الميداني وكذا المعدات اللوجستيكية التي تتوفر عليها. وبالإضافة إلى ذلك يمكن هذا الرواق من استقبال آراء واقتراحات المواطنين تفعيلا لمبدأ الإنتاج المشترك للأمن باعتباره دعامة من الدعامات الأساسية للحكمة الأمنية الجيدة. وبالإضافة إلى هذا الرواق التفاعلي تنظم الشرطة السينوتقنية مجموعة من التمارين اليومية وذلك بالحلبة المخصصة إلى ذلك. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.